بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد هنتعلم مع بعض يا جماعة ان شاء الله المثال التاني على الاكستند لازم تكون شفت المثال الاول موجود في نفس البلاي ليست عشان تفهم الفكرة الدرس ده عبارة عن تطبيق لسؤال سأله واحد في الجروب بيقول انا عايز سيلكتور معين يجيب لي العناصر اللي الكالر بتاعها لونه احمر او اي لون او ايا كان طيب بعيدا عن ان الفكره بتاعتك مثلا موجوده في اللغه او مش موجوده تعالوا نعمل احنا بنفسنا سيلكتور بيعمل الكلام ده سواء هو موجود مش موجود عشان نتعلم الاكستند وازاي اضم اكتر من اوبجكت مع بعض عشان اطلع ميثود جديده طيب هنحط يو ال و اي بالشكل ده زي ما انتم شايفين مش هنديهم اي تنسيقات غير بس تاني واحده عندنا ان اتش تشايلد رقم اتنين هنديها كولر ريد دي تاني واحدة عندنا هنديها الكالر ريد طيب جميل قوي عايز اعمل كود الاكستند بتاعي بحيث اختار العنصر اللي لونه احمر انا عايز اعمل كده انا عايز اعمل سيلكتور معين يختار لي العنصر اللي لونه احمر طيب عن طريق الاكستند جميل هنيجي نعمل كود الاكستند اللي عملناه قبل كده جي دوت اكستند بعدين القوسين اهم زي ما انتم شايفين بعدين علامة الدولار ساين دوت اكسبريشن جواها هيكون علامة الكولون بعدين كوما الاثنين براكتس بالشكل ده اهو بعد كده جوه هنا عملت العلامة دي علشان هي دي اللي هختار بيها العنصر تحت طيب بعد كده اسم اللي هي اسم الميثود بتاعتك انا ما كنت بختار العنصر قبل كده في الدرس اللي فات لما جينا قلنا مثلا يو ال ال اي بعدين كولون بعدين اقول له مثلا لاست فيرست ايكوال صفر ايكوال 1 اسم الميثود بتاعتك هيكون ايه؟ هقول له مثلا ريد ايليمنت ريد ايليمنت اللي هو العنصر اللي لونه الاحمر مثلا طيب ريد ايليمنت بعدين فانكشن وادي الكوست بتاعها جوه الفانكشن همرر ارجيومنت باراميتر اسمه ايليمنت عشان هتعامل معاه دلوقتي جوه جوه الفانكشن طيب جوه الفانكشن هقول له لو الاليمنت بتاعي ده دوت سي اس اس خاصيه الكالر بتاعته بتساوي قيمه معينه معناها ان هو احمر رجعه لي ريتيرن اليمنت رجع لي ده طيب معنى كده ان هو هيمشي على العناصر العنصر اللي يلاقي قيمه البروبرتي اللي اسمها كالر الموجوده في سي اس اس قيمتها بتساوي القيمه اللي انا هكتبها هنا دلوقتي دي معناه ان العنصر ده لون التكست بتاعه احمر رجعهولي يبقى هو العنصر ده فعلا الكلر بتاعه احمر فكده اصبح عندي سيلكتور جديد اسمه العناصر ذات اللون الاحمر طيب جميل قوي طب اعرف اللون الاحمر ده ازاي تعالوا مع بعض كده في الكونسول هجيب هنا الاليمنت التاني ده هشوف كويري بتكتب اللون ازاي لان هي بتكتبش اللون هيكس كود زي ما انت بتكتبه كده هي بتكتب الكود ار جي بي اللي هو ريد جرين بلو كلر مش زي ما انت كاتبها طيب هقول له هنا يو ال ادي يو ال ال اي ايكوال واحد الاندكس رقم واحد هنا اللي هو العنصر ده تو دوت سي اس اس كلر اكتب لي الفاليو بتاع خاصيه السي اس اس شايفين اهي ار جي بي 255 0 0 دي القيمه فانا هاجي هنا في الكود اقول له لو الاليمنت اللي انت مشيت عليه ده لقيت السي اس اس بتاعه بيساوي ار جي بي 255 صفر صفر معناه ان الاليمنت ده الكلر بتاعه لونه احمر رجعه لي هاته انا محتاجه جميل جدا ازاي بقى نستخدم الخاصيه دي هاجي هنا اقول له بالجي كويري يو ال ال كولون الاكسبريشن اللي استعملته فوق ريد اليمنت طلع لي بقى يا باشا العناصر اللي التكست بتاعها لونه احمر هعمل فيهم ميل إيه العناصر دي تعالوا كده نحط لهم خاصية غريبة نحط لهم مثلا على سبيل المثال بوردر خمسة بيكسل كده لون كده رهيب أزرق مثلا أهو ريلود شايفين؟ حط لي عليها بوردر أزرق أهو أي عنصر هتروح تضيف له اللون هيكون لونه أحمر وتيجي تطبق عليه اللي هي الإكسبريشن ده اللي هو كولون ريد إليمنت هيطبق لك اللي انت عايزه هنا بالظبط، وكده نقدر نقول ان احنا استخدمنا الاكستند عشان نحط ميثود جديده، نعمل ميثود جديده وكاستم سيلكتور جديد مش موجود اصلا في الجي ممكن طبعا تجيب ملايين الافكار صاحب المكتبه نفسه ما عملهاش. هو حط الحاجات الاساسيه اللي كل الناس تستخدمها. وفتح لك الميزه ودي اقوى حاجه شايفها من وجهه نظري فتح لك الميزه ان انت تعمل اكستند وتدمج اوبجكتس مع بعض وتضيف حاجات جديده على اللغه اكستنشن للغه وتضيف بلجنز للغه وللمكتبه يعني هو ما سابلكش حاجه الا وتقدر تعملها فاي فكره في الدنيا عندك ان شاء الله هتقدر توصل لها بسهوله يا رب يا جماعه الدرس والكود يكون بسيط وسهل وعجبكم اشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام عليكم